لإنشاء درس في كورس مودل يجب أولاً تشغيل المحرر، ثم الضغط على أضف مورد أو نشاط في الموضوع المرغوب أن يكون فيه الدرس. من قائمة الأنشطة تختار درس، تكتب اسم الدرس أولاً والوصف يكون اختياري. من إعدادات الدرس يمكنك تحديد وقت ظهور النشاط وانتهائه. من إعداد اكتمال النشاط يمكنك أن تختار خاصية يعتبر النشاط كاملاً بعد استيفاء الشروط، وتشغيل خاصية قضاء الوقت لكتابة الوقت اللازم من الطالب أن يقضيه في هذا النشاط. بعد ذلك تحفظ الدرس وتعرضه. من القائمة الموجودة يمكنك تحديد نوع الصفحة التي ترغب بإضافتها. في هذا المثال سنختار صفحة الموضوع. تكتب اسم للصفحة والموضوع. يمكنك أيضاً إضافة صورة مع الموضوع، ثم تكتب اسم المحتوى وتضغط على احفظ الصفحة. من إجراءات تضيف صفحة جديدة. لهذا المثال سنضيف صفحة سؤال. تحدد نوع السؤال مما يوفره مودل وتضغط على أضف الصفحة. تدخل اسم جديد للصفحة وفي المحتوى تكتب السؤال. في خانة إجابة واحد يجب كتابة الجواب الصحيح. بعد إضافة جميع صفحات الدرس ستحدد أين يذهب الطالب بعد كل صفحة. لتفعل ذلك عليك اختيار تحرير لكل صفحة على حدة وتحفظ الصفحات في النهاية.